السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ اليوم سوف نتكلم قضية المهرب المغربي الملقب بأحمد الديب، واسمه الحقيقي أحمد بنقوب، وهو يعني كان في وقت ما كان إمبراطور كبير جدا للمخدرات، وكما نقول كما تعرفون إمبراطور آخر اسمه بابلو أسكوبار، وهذا المغربي هو بابلو أسكوبار الطنجاوي من متجر المنار في مدينة طنجة، حميد الديب. إنه صراحة كان رجل رائع جدا جدا وقلبه أبيض، أنه يشتغل في المخدرات والتهريب، ولكن كان إنسان رائع وما زال إلى الآن إنسان رائع، يفعل الخير كثيرا، لا يخلي أي أحد محتاج قلبه مكسور. فإن رأى شخصا او امرأة او اي واحد مريض او محتاج الى المال او مساعدة فلن يخيبه ابدا، انه احمد الديب، فخر الشمال، فخر مدينة طنجة، وانا احبه كثيرا واحترمه. وكم من مرة انزلت اغنية اغني واعبر فيها عليه، إنه أحمد الديب، حميد الديب المغربي الطنجاوي. الإنسان كان يعيش حياة يعني حياة الرفاهية، ولكن إنسان شعبي وليس متكبر، ويلبس اللباس لباسه، حتى لباسه كان يشتريه لباس عادي وليس اللباس الغالي. السيارات الفاخرة سوقها بنفسه، يعني رجل رائع رائع جدا. وفي متجر المنار كل مناسبة يشتري أبقار ويذبحها ويعمل وليمة، والناس تأتي من أي مكان وتأكل وتضحك وتنشط. إنه شهامة مدينة طنجة، حميد الديب. نعم إنه حميد الديب، ولكن جاء يوم ما وجاءت حملة كبيرة على تجار المخدرات، والمسكين طاح في قبضة الشرطة، والشرطة كانوا يأخذون من عنده المال، نعم كانوا يأخذون المال وما يريدون. وعندما جاء وقت القبض عليه قالوا له هيا اذهب معنا ولا تخف، سوف تسني لنا على أوراق، لأنك أنت تساعدنا وأنت تتعامل معنا فلا تخف فلن نسجنك. والمسكين لأنه لم يقرأ في المدرسة ونيته حسنة معهم ذهب معهم وسنى في تلك الأوراق. عندما سنى في تلك الأوراق لقد أخذوا منه 44 مليار، 44 مليار يا إخواتي، الأراضي والعمارات وحاجات كتير كتير، وقصر على الشاطئ في سيدي قنقوش فيه مرسى صغيرة ورائعة، أملاك كتير. وسجن ل10 سنوات، تلك ال10 سنوات التي كان في السجن توفي ابنه المرحوم محمد رحمه الله في حادثة سير، يعني تألم كثيرا كثيرا والله. وكانت مدينة طنجة رائعة وجميلة، كانت أحسن مدينة في المغرب بالرواج والرفاهية، ولكن عندما قبض على تجار المخدرات بقينا نحن في طنجة، الجلوس والنوم ولا نجد ما نفعل، والأزمة تأتي تلو الأخرى، أزمة تلو أزمة، الأزمة وراء أزمة، ونحن في الأزمات. إلى أين يا إخوتي؟
لم يكن تزار المخدرات في الشمال. لما كنا نجد ما نفعل، الشركات لا يريدون أن يشغلوننا عندما تذهب كي تشتغل. عندما يرى في بطاقتك الشخصية يصبح حرفك ك، يقول لك أنت شمالي طنجاوي. لا، لا توجد عندنا خدمة، لا يوجد شغل. اسمحوا لي إخوتي، اللغة العربية تأكل في ظهرها. أنا لم أريد أن أتكلم بها كثيرا. مهم أخوتي، شمالي ما تخدمش، عندك حرفك ما تخدمش. أحمد الديب كان أسطورة وسوف يبقى أسطورة إلى آخر أيام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.